السلام عليكم. خلونا نعترف ان احنا الفترة اللي جاية هنسمع زيطة وهنشوف زيطة ما يعلم بيها لربنا. زيطة حصلت لما اتمسح بكرامتهم الارض في ماتش بايرن ميونخ، فما بالك بقى لما كسبوا فريق بالاس او بالميراس البرازيلي بضربات الجزاء الترجيحية وبقوا تالت مسابقة كأس العالم للأندية. هنتكلم في تفاصيل كتيرة، هنتكلم في حاجات كتيرة، خليكم معانا لنهاية الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي برنامج بعد الماتش. لو زملكاوي بتحب دايما تتابع اخبار الزمالك وتحليلات ما بعد مباريات الزمالك، فاكيد اسعدنا اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك لزر الجرس لو في نهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. يمكن احنا الفتره اللي جايه هنكون مش محظوظين قوي، عشان عندنا زيطه، عندنا احتفالات بالونيه، احتفالات لفريق بطل من ورق وهو النادي الاهلي. يمكن انا كزملكاوي دايما وبحب نادي الزمالك جدا مش هطلع انافق ومش هطلع اقول مبروك الاهلي ومبروك الاهلي بيلعب باسم مصر، لاني انا مش كده، لان جمهور الاهلي لما الزمالك بيلعب حتى في مسابقه محليه او مسابقه قاريه ما بيشجعوش الزمالك، وهذا حقهم تماما، وحقي انا ان انا ما اشجعش الاهلي في اي بطوله او اي مسابقه قاريه يعني او محليه كانت. فخلونا نبدا ان جمهور النادي الاهلي طبعا عنده كبت، عنده ضغط، والاعلاميين عندهم كبت وعندهم ضغط. شافوا الكبت ده في الشوط الثاني من مباراه الدحيل القطري اللي هم اتغسلوا فيه غسيل ومكوى، وشافوا الكبت ده في مباراه بايرن ميونخ وظهروا على حقيقتهم لما بقوا سخريه العالم مش سخريه المصريين، لدرجه ان القنوات والاعلام والميديا والمواقع طلعت وقعدت تقول في احصائيات كده عبيطه، وقعدت ترمم جراح النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي اللي هي فعلا اتعورت قوي، كرامتهم اتعورت قوي في مباراه بايرن ميونخ. انما النهارده هما يكسبوا فريق بالاس البرازيلي، انا مش هسميه بالميراس لان ده فريق بالاس البرازيلي، هما كسبوا فريق بالاس بضربات الجزاء الترجيحية وخلاص. يعني عايز اقولك فما بالك وهم مغلوبين من بايرن ميونخ بالفضيحة بتاعت الاداء ده، فما بالك بقى يا سيدي انهم كسبوا وخدوا التالت مسابقة كأس العالم. ليه انا بقول تالت مسابقة كأس العالم؟ لانهم في هذه البطولة المكونة من ست فرق ومنهم فريق اللي هو المنظم الدحيل القطري، فيعتبر خمس فرق طبعا ما فهمش كلهم الا بايرن ميونخ اللي هو جه لعب قبل نهائي ولعب نهائي. هو بايرن ميونخ نزل من الطياره كده ملوش دعوه بالتمهيدي وبالحاجات التمهيديه، هو بايرن ميونخ جه بدا في قبل النهائي ولعب على طول على النهائي. بطوله غريبه، بطوله عجيبه، حتى لو مشارك فيها الزمالك كنت هقول كده. فوضع طبيعي ان احنا هنستحمل الفتره اللي جايه هذه الزيطه وهذه الزمبليطه للبيب بيب، وهنسمع شويه حاجات حلوه. بالمناسبه هم مش تالت العالم، هم تالت بطولة كأس العالم للأدوية مش للأندية، هم التالت وهم واخدين المركز التالت في هذه البطولة. إنما هم مش تالت العالم عشان ما حدش يضحك عليك، هم مش أحسن من ليفربول، هم مش أحسن من مانشستر سيتي، هم مش أحسن من مانشستر يونايتد، ولا أحسن من ريال مدريد، ولا أحسن من برشلونة، ولا أحسن من اليوفي، ولا أحسن من الإنتر، ولا أحسن من كل الكلام ده كله. هم تالت هذه المسابقة الدعائية، المسابقة يعني مسابقة مكسحة، مسابقة ضعيفة جدا 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 جدا، ولما شوية كده حاجة يعني ما يعلم بها الا ربنا. كلنا عارفين ان مفيش كورة قدم حقيقية الا في اوروبا، واوروبا ليها ممثل واحد فقط الا وهو بايرن ميونخ الالماني. فلازم تشوف فريق محترم اسمه بايرن ميونخ، ولازم بقى تشوف شوية بقى شوية من مش عارف امريكا الجنوبية ومش عارف من غرب اسيا ومن افريقيا ومن مش عارف ايه وحاجات كده غريبة. فطبعا كزملكاوية هنستحمل الفترة اللي جاية هذه الزيطة وهذه الزمبليطة اللي هيصدعونا بيها. عايز اقول لحضراتكم صدقتوني لما كنت بتكلم وبقول للعيبة الزمالك ربنا يسامحكم،
ربنا يسامحكم على اللي انتوا عملتوه فينا، ربنا يسامحكم على ضياع دوري ابطال افريقيا السهل جدا قدام الاهلي، الفريق السهل جدا، الفريق اللي كان في ايدينا. عرفتوا ليه بقول لكم ربنا يسامحكم؟ والله العظيم والله العظيم الزمالك لو كان راح هذه البطوله الدعائيه كان عمل اداء افضل من كده، مش هقول كان هيكسب البايرن ميونخ، بس على الاقل الزمالك كان هيبقى شكله افضل من الاهلي. لعيبه الزمالك اكيد بيتفرجوا على هذه المباراه واكيد بيتحسروا على البطوله السهله دوري ابطال افريقيا اللي هم تعبوا فيها اكتر من الاهلي. كان لعبنا الرجاء في الدور قبل النهائي اللي هو اصعب من الوداد اللي حالته سيئه جدا، وتغلبنا على الرجاء ذهابا وايابا، والاهلي تغلب طبعا على الفريق الوداد اللي كان يعني ضعيف جدا ساعتها، والزمالك تعب والزمالك عمل اداء افضل في هذه البطوله. انما للاسف الزمالك بالمناسبه لعب الترجي التونسي في هذه البطوله في الدور الثمانيه، فالزمالك كان هو اللي اقوى. انما طبعا هي دي كره القدم، شوطه مجدي قفشه في الدقيقه 85 هي السبب في الزيطه اللي احنا سامعينها دي. هنستحمل الفتره اللي جايه هذه الزيطه وهنركز مع فرقتنا وهنركز مع اخبار فرقتنا اللي عندنا بكره مباراه مهمه جدا جدا جدا، هنطلع ان شاء الله باذن الله يا إما النهاردة بالليل يا إما بكرة الصبح بإذن الله بعد صلاة الجمعة. هنتكلم على القائمة بتاعة الزمالك وهنتكلم على التشكيل المتوقع من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر جايمي باتشيكو. طبعا زيطة في الآخر، يعني أنا عايز أختم إن إحنا زيطة لازم هنستحملها، وهو ده المتوقع من فريق زي ما بقول لكم فريق والله العظيم يعني فريق فاضي، فريق فاضي فاضي فاضي. إنما طبعا هم بيجيدوا الزيطة وهم بيجيدوا هذه الأشياء. هارد لك لفريق بالأس البرازيلي، الفريق الغريب جدا يعني النهاردة الفرقة دخلت تشوط ضربات الجزاء حاجه تضحك، يعني ضربه الجزاء الاولانيه اعتقد لعيب اسمه روني حاجه زي كده داخل بيمثل داخل بيهزر داخل عاوز ياخد اللقطه، انما للاسف لا بيعرفوا يلعبوا ضربات جزاء ولا حتى في المباراه كانوا حاجه كويسه. يمكن محمد الشناوي كان موفق، انما محمد الشناوي كان فين في السوبر المصري؟ محمد الشناوي كان فين قدام ابو جبل في السوبر المصري؟ فتوفيق كبير بيقابل النادي الاهلي في مسابقه كاس العالم للادويه. ان شاء الله باذن الله بكره اتمنى الزمالك يعني يفتتح دوري ابطال افريقيا بشكل كويس وبطريقه كويسه. زي ما بقول لكم هنتقابل ان شاء الله باذن الله قريب جدا جدا، هنتكلم على القائمه وهنتكلم على التشكيل المتوقع من وجهه نظرنا اللي ممكن يلعب بيه جايمي باتشيكو مباراه المولوديه الجزائري الهامه جدا. وصلنا لنهايه الحلقه، وفي النهايه لو زملكاوي بتحب دايما تتابع اخبار الزمالك وتحليلات مع بعض مباريات الزمالك فاكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناه وتفعيلك لزر الجرس. وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك للفيديو. نسيت اقول لك ان انا في هذه الحلقه هكون قافل التعليقات عشان هم النهارده خدوا ثالث العالم في مسابقة كأس العالم للأندية، ولكنهم يعني أول العالم في الألفاظ النابية والألفاظ السيئة والألفاظ البذيئة. وعشان كده هنقفل التعليقات في هذه الحلقة. أشوفكم على خير إن شاء الله بإذن الله، والسلام عليكم.